بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. هذه المرة نستقبل ضيفنا وصديقا وحبيب قلبنا الأستاذ سامر إسلامبولي. ربما كان البعض يسمعون هذا الاسم، الرجل يحمل أحمال غريبة وأثقال ثقيلة من مجموعة هائلة من الأفكار والاكتشافات القرآنية بما يحتوي هذا الكتاب العظيم. فالرجل لديه أفكار الآن، وسوف نطرح موضوع ولادة عيسى عليه السلام، هذا الموضوع الذي يحتار فيه الجميع. وللأسف كلما تحدثنا أكثر ربما تضيع الحقيقة، وإذا ازدحم الكلام ضاع الصواب. وكل مفكر أو باحث أو كاتب ربما يبحث عن الحقيقة ويزداد في البحث عن الأدلة أكثر وأكثر، ولكن صاحب الخبرة الواسعة والفكر النير الأستاذ سامر إسلامبولي سوف يطرح الفكرة كاملة عن ولادة عيسى عليه السلام حسب رؤيته الخاصة، ويقدم الأدلة المناسبة لذلك. فلربما إذا استمعنا إليه سوف نحصل بالتأكيد على شيء جديد نستدل به على الفكرة التي نحملها جميعا. من هنا سوف نبدأ. الأستاذ سامر إسلامبولي، تفضل ابدأ. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للأخ إسلامي على التقديم، وشكرا لكل الأخوة اللي عرفوا عن أنفسهم. موضوع المحاضرة هو حول قصة المسيح عيسى بن مريم. قصة المسيح لها عدة محاور، ومن الصعوبة أن نقوم بتغطية المحاور كلها في جلسة واحدة، فلذلك لابد من اختيار محور محور. وقبل البدء في عرض قصة سيد المسيح أو تدبرها لابد من مدخل قد يطول قليلا، لكن هو مهم جدا لأنه هو حالة منهجية. أيها الإخوة الأعزاء، يلزم لدراسة نص تاريخي أن يكون عند الباحث منهجية معينة لدراسته وتحليل بنيته، سواء الصوتية أو المخطوطة. ومن أهم القواعد في ذلك ثبوت النص تاريخيا حسب وسيلة وصوله إلينا. ثانيا، أن يتقيد الباحث بالنص ذاته ولا يتدخل بالمبنى زيادة أو نقصانا أو تعديلا، وإلا صار هو مشارك في صياغة النص، وهذا يعني أنه جعل نفسه مشاركا بالحدث أيضا وراوي له، رغم أنه غير معاصر للحدث ولا علاقة له به. ثالثا، أن يفهم النص وفق المستوى الثقافي والعلمي الزمكاني الذي قيل فيه. النص ينبغي أن يفهم وفق المستوى الثقافي والعلمي الذي قيل فيه بالنسبة للنص التاريخي. أن يفهم النص وفق الإمكانيات المتاحة حينئذ. أن يفهم النص وفق مفهوم الممكن ويستبعد المستحيلات، يعني الخرافات وما شابه ذلك، ليس كل ما وصل إلينا نقبله، لا، لابد أن يخضع أيضا للدراسة المنطقية، أن هذا الأمر من المستحيلات. سادسا، أن يفهم النص من خلال لوازمه التي لابد من حصول ضرورة لحصول الحدث، أفعال ملازمة، وهي ما يسمى القراءة ما بين السطور. هذه الأفعال هي تحدث أو تنتج عند حصول فعل معين، لا تذكر في النص أو في الواقع ولكن هي لازمة، فالباحث يستحضرها ضرورة. وهذه الأمور الستة ليست للحصر، وهي لازمة لدراسة أي نص تاريخي بشري. التاريخ ليس مجرد روايات، من يروي أحداث التاريخ يصير اسمه حكواتي، أما العالم أو الباحث التاريخي يمتلك منهجية علمية منطقية لدراسة التاريخ. ونصل الآن إلى معرفة
كيف ندرس النص القرآني؟ قبل أن نعرض كيف ندرس النص القرآني، ينبغي أن نحدد هل النص القرآني نص تاريخي ينطبق عليه القواعد السابقة أم لا، أم بعضها، أو لا ينطبق عليه أي شيء مما سبق. مما لا خلاف فيه أن النص القرآني مضى على وجوده في الأمة أكثر من 1400 عام، وهذا يجعل للنص تاريخ وجود وحركة انتقال من مجتمع إلى آخر من خلال فعل الوراثة الثقافية. ولكن هل النص القرآني بذاته يوصف بأنه نص تاريخي؟ وبالتالي يتم دراسته وفق منهجية تاريخية مثل أي نص تاريخي ذو منشأ بشري؟ النص القرآني يقوم على محورين. المحور الأول ثبوت النص القرآني كمبنى لساني في ذاكرة الأم ثقافيا واجتماعيا بوسيلتين، أحدها الحفظ الصوتي كتلاوة للنص كاملا في الأمة، وتتابع ذلك وتنامى في كل المجتمعات. الآخر كتابة هذا النص خطا في المصاحف بشكل مبكر من زمن نشأته، فلم يمض عام على وفاة النبي إلا وسارع الحاكم أبو بكر بعده في كتابة النص القرآن، وجمعه في مصحف على مرأى ومسمع من المجتمع ورضاه ومراقبته، وتتابع انتشار المصحف المخطوط في زمن الحاكم الثالث في الأمة عثمان بن عفان بجوار الحفظ كتلاوة صوتية للنص القرآني. وصارت التلاوة الصوتية للنص القرآني والكتابة الخطية خطان يسيران مع بعضهما في إثبات وجود النص تاريخيا وحفظه كما نشأ بداية من قائله الأول، ولم يعد يقبل أو يستساغ طعن أحد في ثبوت النص القرآني تاريخيا، لا بشكل كلي ولا جزئي. وصار النص القرآني هو أصح وثيقة تاريخية كثبوت لقائله واستمرار وجوده إلى يومنا المعاصر. المحور الثاني، الأول هو محور تاريخي، المحور الثاني هو نسبة النص القرآني لله، وهذا مفهوم إيماني له دراسة مختلفة عن دراسة ثبوت النص القرآني تاريخيا، وتخضع هذه الدراسة للمنطق والبرهان من خلال دراسة مضمون القرآن، وهذا فعل شخصي. لو كان النص القرآني مجرد نص تاريخي لانطبق عليه كل ما ذكرت من قواعد دراسة النص التاريخي آنفا، وصارت دراسته تتعلق بمن سبق ولا علاقة له بالمجتمعات اللاحقة، ويصير نصا لا يهم إلا الباحثين فقط. لكن عندما كان النص القرآني له بعد إيماني من خلال أنه رباني المصدر وثبت ذلك بالبراهين للمؤمنين به، ويصف ذاته أنه الكتاب الجامع والمكمل لما سبق من الكتب الإلهية، ولن ينزل بعده أي كتاب سماوي، وسوف يستمر وجوده إلى يوم الدين، ونزل بلسان عربي مبين يقوم على الحق والصدق والإحكام في صياغته اللسانية وعربي الحكم والمنهج، وقام شرعه على الرحمة والإنسانية والحدودية في التشريع، واجتنب القومية والعينية في ذلك، وتعهد الله بحفظه وقد فعل ذلك في الواقع، وما زال النص القرآني محفوظا إلى يومنا المعاصر. فلا يصح الاعتراض على صياغة النص القرآني تاريخيا إطلاقا، لأن النص التاريخي انتهينا من عملية إثباته تاريخيا. طبعا عندما نقول انتهينا لا نقصد نحن، وإنما الحركة التاريخية أثبتت هذا النص. فالنص القرآني كنص حركته إنسانية،
غير تاريخية، يخاطب الإنسان كإنسان وليس كزيد أو قوم معينين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وبما أن النص القرآني ثبت تاريخيا وهذا حكم لا علاقة لنا نحن به، فهو خارج عن رأينا ودراستنا حاليا، وثابت مصدريته الربانية بالنسبة للمؤمنين به، صار النقاش فيه نقاش داخلي بين المؤمنين، بمعنى أنه لا يطلب أحد من المؤمنين به برهان على ثبوته تاريخيا أو برهان على ثبوت مصدريته الربانية. وإذا كان الأمر كذلك وهو كذلك فعلا، لم يعد من المقبول من أي شخص مؤمن بالقرآن كثبوت تاريخي محفوظ وثبوت رباني أن يتناول أي كلمة من النص القرآني وينكرها أو ينقضها أو يعدلها، لأن ذلك نقض لثبوت النص القرآني تاريخيا ونقض لمصدريته الربانية وتكذيب وعد الله بالحفظ له. وبما أن ذلك غير وارد عند المؤمنين به عموما، لزم علينا أن نتحاكم للنص القرآني ونستدل به ولا نستدل عليه، وهو يحكم فهمنا وليس فهمنا حكم عليه، وهو حجة بذاته وبرهان لا يحتاج لمن يقول بقوله، وبالتالي لا يصح الاعتراض على صياغة النص القرآني أو الاقتراح والافتراض أو حمل قلم أحمر وتصحيح الكلمات وحركات أو تبديل بحجة أنه خطأ من النساخ بسبب التنقيط أو التشكيل، وينبغي أن تكون بشكل آخر. هذا الفعل الغوغائي عبثي، وهو موقف غير منطقي ولا يصح قبوله ولا نقاشه، لأنه ينقض الثبوت التاريخي للتلاوة الصوتية المتتابعة في الأمة والتي تم كتابة المصحف على موجبها، محكوم بطريقة لفظها وحركاتها، والمصحف بدوره تتابع في الأمة بجوار التلاوة وتابع لها، كما أن ذلك الفعل طعن في الوعد الإلهي بحفظ النص القرآني. قد يعترض أحدهم ويقول ألم يقل الله في كتابه أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أليس من حقنا أن نرفض القرآن أو جزءا منه أو كلمة في حال ظهر الاختلاف لنا؟ ونقول إن هذا النص بحد ذاته هو تحدي أنه لا يوجد اختلاف في كتاب الله، لا على المستوى الداخلي من التناقض أو التضاد أو التفكك المنطقي لمبنى النص لسانيا ولمضمون أخباره ومفاهيمه وأحكامه، ولا على المستوى الخارجي مع محل الخطاب وتعلقه، ومخالفته للوجود الكوني والتاريخي ولسنن النفس والمجتمع. ومع ذلك التحدي قام القرآن ذاته بتعليم الإنسان للتأكد من صوابه وحفظه من خلال دراسة النص القرآني وإسقاطه على محله من الخطاب، فإن وجد أي اختلاف في خطابه داخليا أو خارجيا فهذا يدل على أن الكتاب ليس من عند الله، لأن الخالق أعلم بما خلق، فعندما ينزل كتابا يتوافق مع خلقه ضرورة، كما قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وقال فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والاختلاف المنفي عن القرآن هو اختلاف تضاد أو تناقض في الأخبار التاريخية أو العلمية أو الأحكام أو المفاهيم على المستوى الداخلي في الكتاب ذاته أو المستوى الخارجي اللي هو علاقة الكتاب مع الواقع. وفي حال ثبت أحدهما
فلا شك أن القرآن ليس من عند الله. وبما أن مفهوم ثبوت القرآن تاريخيا وثبوت مصدريته الربانية إيمانيا والوعد بحفظه أمورا محل تصديق وإيمان من قبل المؤمنين به، لزم أن يتعاملوا مع النص القرآني وألفاظه على ما هو عليه، كما يتعامل العلماء مع عناصر الكيمياء يدرسونها على ما هي عليه دون التدخل في تركيبتها. فمهمة المؤمن بالقرآن هي التدبر والدراسة للخطاب القرآني وليس تصحيح النص القرآني ذاته. قال تعالى: فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وفي حال التدبر للقرآن ووصل المتدبر لفهم يخالف العلم والمنطق أو سنن الآفاق والأنفس أو وجد فيه ظلم وعدوان وفاحشة، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. وقال: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فليعلم الدارس أن المشكلة بفهمه إذن، لأن الله لا يأمر بالفحشاء والمنكر وليس بالنص القرآني، وليتهم فهمه ولا يتهم النص القرآني، وليسارع في إعادة الدراسة والتمكن من الأدوات المعرفية ومنهج القرآن والتوسع في رؤيته الإنسانية والعلمية. نصل الآن إلى مفهوم مهم لما يترتب على عدم فهمه من أخطاء في دراسة القرآن، وهو مفهوم التعقل ومفهوم التصور. كثيرا ما نسمع أحدهم يقول إن هذا المفهوم غير معقول أو يقول غير منطقي، ونحن بدورنا نسأل هذا الشخص: هل رفضت هذا المفهوم بناء على معطيات منطقية وبراهين وواقع؟ فنتفاجأ عندما يكون الجواب يعتمد على النفي فقط لعدم قدرته على تصديق المعلومات المعروضة الجديدة، أو يخالف المعلومات التي يحملها سابقا والتي قد تكون خطأ أيضا، يعني يعتمد على عدم قدرته على تصور هذا الحدث أو المفهوم وليس على المنطق والتعقل. ولنضرب مثلا لتوضيح الفكرة عن التعقل والتفكير والتصور. كان يوجد رجلان يسيران مع بعضهما في الطريق، فنظرا إلى بعيد فرأيا كتلة سوداء تتحرك، فقال أحدهما: يبدو أنه طير. فقال الآخر: لا، إنه عنزة. وتابعا الطريق باتجاه الكائن حتى أحس الكائن بقربهما فطار. فقال الرجل: ألم أقل لك إنه طيرا؟ فرد الآخر: بل إنه عنزة ولو طارت. وذهب هذا القول مثل على عناد الشخص وتشبثه برأيه ولو علم الحق والصواب فلا يرجع إليه. لنحلل هذا المثل أو القصة، نلاحظ أن إدراك وجود كائن متحرك في الواقع حصل من الرجلين واتفقا على ذلك، وهذا يسمى التعقل، وهو إدراك حسي. وعندما أرادا الحكم على الكائن وهويته قام كل شخص بتصور خاص به دون أن يملك أحدهما برهان على تصوره، ولذلك من الطبيعي أن يختلفا في التصور لأنه غير مبني على إدراك حقيقة الواقع ولا يوجد عنده منطق ولا برهان.
فالتعقل محل اتفاق بين الناس لأنه إدراك حسي، بينما التصور أمر محل اختلاف بينهم لانتفاء الواقع والبرهان. والذي أريد أن أقوله، ينبغي على المتدبر للقرآن أن يفرق بين التعقل والتفكير والتصور، فليس كل أمر يعقله الإنسان يمكن أن يتصوره، وبداهة لا يستطيع تصور أمر دون تعقل سابق له. ونفي التصور لا ينفي التعقل للشيء، فمثلا نصدق بوجود الله من خلال فعل التعقل، ولكن لا نستطيع أن نتصور ماهية ذات الله، ومع ذلك يبقى التعقل ثابت ومبرهن عليه في الواقع. ومعظم العلوم تقوم على التعقل والتفكير فقط، ويصعب تحقيق التصور للأشياء لغيابها عن حواسنا وأدواتنا المعرفية، ومع ذلك نحكم على وجودها ونتعامل معها بثقة ونبني عليها رغم نفي علمنا بماهيتها. ولذلك لا يصح نفي التعقل للشيء لعدم تصورنا لماهيته أو طريقة حصوله. واعلموا أن حصول الشيء في الواقع بحد ذاته هو برهان على وجوده بصرف النظر عن نفي قدرتنا عن تصوره. فالتصور أو نفي التصور ليس برهانا على إثبات وجود الشيء أو نفيه، لأن ذلك يتأتى من التعقل والبرهان وليس من التصور. التصور دائما يلحق ويتبع التعقل، ولذلك من الطبيعي عندما ينتفي التعقل ينتفي التصور. ويوجد أمر آخر لا يقل أهمية عما سبق، وهو كيف تعمل القوانين الطبيعية ومدى نسبة حصول في الواقع واستمراره، هل هي يقينا أم على غلبة الظن الدائم؟ يقول الفيزيائيون، فيزياء الكم، إن عمل القوانين الطبيعية ليس يقينا، ويمكن أن تتخلف النتيجة المألوفة في زمن ما. وضربوا مثلا على ذلك رمي الحجر في الكوكب الأرضي من الأعلى وسقوطه إلى الأسفل حسب القانون. قالوا يوجد احتمال ضئيل جدا بنسبة 0.101% أن ترمي الحجر ويبقى في حالة طوفان في الهواء ولا ينزل إلى أسفل، رغم أن الظروف ذاتها لم تتغير. ولكن هذا الفعل لا يحصل وحده، وإنما لا بد له من كائن واعي عليم يتحكم بالقوانين، يتدخل في لحظة ما فيغير نتيجة القانون المألوف والمتعارف عليه، ويفعل قانون آخر وتتغير النتيجة. إذن قوانين الطبيعية على مختلف تنوعها تعمل بنسبة 99.109%، ولا تعمل 100%، يعني ينتفي عنها اليقين، ولكن نفي اليقين عنها لا ينفي صفة الثبات والديمومة لها، لأن نسبة نفي الحصول تكاد تكون بحكم العدم، ناهيك عن لزوم تدخل كائن واعي عليم في حركتها وتوجهها. لذلك يتجاهل علماء الفيزياء وغيرهم تلك النسبة، ويتعامل مع الشيء حسب قوانينه الدائمة والثابتة، رغم أنهم يعرفون أنها ليست يقينا، ولكن نسبة حصول التغير فيها في الواقع يحتاج لزمن طويل جدا من عمر مئات الأجيال الإنسانية، وربما أكثر حسب طبيعة الحدث والقانون. وقد لا يحصل، فالأمر احتمالي ومفتوح ويرجع إلى تدخل الكائن الواعي. وهذا لا يتعارض مع النص القرآني الذي يقول: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. والنص الآخر: فهل ينظرون إلا سنة الأولين
فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فالنصان يذكران ثبوت السنة وديمومتها عموما، وليس يقينية التطبيق بعينها في الواقع دون احتمال تغيره، لأن الانتقال من سنة إلى سنة أخرى ليس خروجا عن النظام وتغير السنن، وإنما انتقال من سنة إلى أخرى ضمن النظام العام، ويكون ذلك بتدخل الكائن العليم القدير ضرورة. وهذا يعني أن الدارس لنصوص القرآن المتعلقة بالكون أو بالقصص أو بالغيبيات ينبغي أن ينتبه لفعل التعقل وفعل التصور وطبيعة عمل القوانين الطبيعية، وأنها دائمة وثابتة وليست يقينية. ونفي التصور عن مفهوم نص لا ينفي عنه التعقل، والتعقل للنص يتأتى من ثبوت النص تاريخياً لفظاً وكتابةً، وثبوت مصدريته الربانية والوعد بحفظه، ودراسته وفق منهج قرآني منطقي لساني واقعي. وهذا يعني عندما تقرأ نصاً قرآنياً فما ينبغي أن تتدخل في المبنى وتحاول أن تغيره، وإنما تدرس المبنى على وضعه الراهن، ونفي تصورك لحصول الحدث أو استغرابك له لا ينفي تعقله وحصوله في الواقع. واعلم أن المتكلم يريد أن يوصل لك مفهوماً عاماً من خلال النص كله، وليس مفهوم كلمات منفردة ومجزأة. فعندما يحصل لك الفهم الكلي للنص يكون هو المقصد والمهم بداية، وبعد ذلك إن أحببت أن تتصور كيف حصل الحدث وتدرس التفاصيل لا مانع من ذلك، وهو أمر يهم الباحثين، ولكن ما ينبغي نقد المفهوم العام أو الكلي الذي أوصله النص بكليته. وصلنا الآن إلى دراسة موضوع القصص في القرآن. أحداث القصص في القرآن لها وجود موضوعي حصل، وليست هي رمزاً أو مجرد أمثلة لتقريب فكرة معينة، كما أن دلالة كلمة القصص تتجاوز ذكر الأحداث إلى الآيات الكونية، فهي من القصص أيضاً. قال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وقال: إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. وقال: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. والقصص في القرآن ذكرت للموعظة والعبرة والذكرى والدراسة، والعلم بالسنن التي تحكم الحدث والعلم بالعواقب. قال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقال: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. بعد هذا المدخل ندخل الآن بهدوء إلى قصة المسيح، ونبدأ بموضوع الولادة ونتناول هذا المحور فقط. لقد عد النصارى أن النبي عيسى هو لاهوت نزل في ناسوت وتجسد بصورة بشر، لذلك عندما ادعوا أنه وضع على الصليب وصلب فهم يقصدون جانب الناسوت الجسم البشري،
بينما ارتفع اللاهوت إلى السماء، سواء كان هو الله نفسه متجسدا بصورة بشر أم ابن الله وبقي بجواره. ويقول بعضهم بنفي فصل اللاهوت عن الناسوت أبدا حتى في حالة الصلب، فالمفهوم عندهم مضطرب ومحل اختلاف شديد بينهم. وبطريقة أو بأخرى تسلل مفهوم النصارى إلى ثقافة المسلمين، وتم دسه تحت ظلال القرآن، تحت نصوص القرآن ونزلت في التفاسير. وهذه التفاسير تناولت قصة النبي عيسى ابن مريم، فدعوا أن السيد المسيح هو كائن روحي بصورة بشر، ولكن ليس كمثل البشر، فهو بين، وكأنهم يقولون إنه نصف إله ونصف بشر. ولذلك نسمع من بعض الغلاة أن الملائكة كانت تنزل لهما بالطعام الروحي الخاص للسيد المسيح وأمه، لأنهما لا يأكلان طعام البشر لاختلاف طبيعة أجسامهما من الداخل. فهل فعلا السيد المسيح وأمه ليس كائنين بشريين مثلنا؟ الجواب نجده في القرآن، وهو حكم فصل وحج وبرهان على الجميع. قال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. النص صريح بأن السيد المسيح هو رسول مثل الرسل الذين مضوا في الزمن، وهذا يدل على أن كل النصوص التي تناولت صفة الرسل تتناول السيد المسيح أيضا بكونه واحد من الرسل. قال تعالى: قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وينطبق على السيد المسيح ما ينطبق على الرسول النبي الخاتم أيضا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولإثبات بشرية السيد المسيح وأمه وقطع أي شك بحقيقتهما، أتت كلمة كانا يأكلان الطعام لتؤكد على حقيقتهما الداخلية، وليس هو مجرد شكل بشري ناسوتي والمضمون لاهوتي، بل هما كائنان بشريان كمضمون وكشكل، وهما مثل البشر وليس كمثل البشر. ولمن لا يأخذ بالنص القرآني أو لم يفهمه، نقول: ما يلد من البشر هو بشر ضرورة وله الصفات ذاته، لا يلد من اللحم إلا لحم، ويستحيل على البشر أن يلد غير البشر، فالمخلوق لا يوجد خالقه ولا يلده. هل الفعل يوجد فاعله؟ هل المحدود يحتوي اللامحدود؟ هل اللامحدود يدخل في المحدود؟ ما لكم كيف تحكمون؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. انتبهوا إلى وجود حرف الكاف للتشبيه، وهو يفيد نفي التماثل الكامل ويثبت التماثل الجزئي في صفة معينة يحددها السياق وتعلق الخطاب. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فالتشبيه جزئي بصفة متحققة بالحمار، وليس تشبيه كامل بالتماثل مع الحمار، فالناس ليسوا حميرا كشكل ومضمون. والتشبيه الجزئي حدد النص بكلمة يحمل أسفارا، وهذا يعني أن التشبيه تعلق بصفة الحمل للأسفار على ظهر الحمار، وهو لا يعرف محتواها ولا يستفيد منها شيئا. وتشبيه خلق المسيح
كخلق آدم لا يعني التماثل الكامل في الخلق، وإنما التماثل الجزئي. فالقرينة الواقعية أن المسيح ولد ولادة ولم يخلق من تراب مباشرة، بينما آدم خلقه من تراب فقال له كن فيكون، بينما المسيح لم يخلق من تراب. فالتشبيه أتى بجزء يماثل جزئية خلق آدم من كونه ليس له والدا. وكلمة آدم في النص لا تعني شخص آدم المصطفى فهذا له والدين، وإنما تعني أصل الخلق للحياة بصورة معينة قبل ظهور الأجناس. نعم. قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. يوجد في هذه النصوص كلمات مفتاحية سنقوم بدراستها واحدة بعد الأخرى لنشكل مفهوم عام للنصوص. أولا مفهوم الكلمة، مفهوم المسيح عيسى بن مريم، المهد، كلمة يمسسني. أولا الكلمة وجمعها كلمات، بخلاف الكلم وجمعها كلام. لنقرأ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وقال أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون.